دي مقاديرنا بتاعت القشطوطه. عندي هنا اسبونج جاهز، الاسبونج ده سواء العلب اللي بتتباع في السوبر ماركت جاهزه، انا شغاله بيه سبونج فانيليا، تقدروا حضراتكم تعملوا سبونج شوكولاته، تعملوا بانواع تانية مختلفه مفيش مشكله. ريد فيلفت اللي انتوا عايزينه، على فكره يعني مش شرط نعملها بالظبط زي ما هي، بس انا عشان اول مره اعملها عايزه اعملها قريبه للي بتتباع، بعد كده بقى ننوع في الحركات زي ما احنا عايزين. فانا جبت السبونج معايا اهو، على السبونج ده 6 بيضات وطبعا الزيت. طيب تعالوا كده نقول المقادير ونشتغل مع بعض. هنشتغلوا عندي بالظبط للقشطوطه، خليط علبه الكيك الاسفنجي الجاهزه دي عليه 6 بيضات، وعندي للتسقيه 0.5 لتر من اللبن المغلي، طبعا في سكر نسبه سكر وفي فانيليا. بعد كده عندي بقى للوش طبعا الكريم شانتيه، انا مستنيه كريم شانتيه يا ندى، الكريم شانتيه المضروب. وعندي بقى عندي فراوله، عندي مربى، عندي بسكتس، عندي صوص كراميل، عندي صوص لوتس، عندي صوص زبده الفول السوداني، انا عايزاهم يدفوا لي شويه برضو من صوص اللوتس اللي عندهم، فستق بقى مجروش، عندي مكسرات حسب الرغبه. انا النهارده عملتها مع الرز بلبن، بصوا كده تلاقوا الرز بلبن هنا وهنا، دي باينه اكتر، خليني احطها لكم في الناحيه دي عشان برضو تشوفوها بشكل افضل، يعني كده هنا اهي كده، بصوا عشان تبقوا ايه بتتقدم تحتها الرز بلبن وبتتاكل. طبعا بتتعمل علب ولطيفه جدا اهي، ده شكلها. تعالوا بقى نبدا في السبونج، هنحط الخليط اهو، مفيش اي حاجه خالص هتتحط غير السبونج، بسم الله، والبيض طبعا فانيليا لازم عشان ايه برضو ايه نبقى ضامنين، مع البيض معلقه الفانيليا لازم. ونسمي الله ونخلط، بسم الله الرحمن الرحيم. معنا بقى سباتشيلا كده، عندنا بقى شويه ميه لان اصلا الاسبونج ده فيه لبن باودر، تقريبا 0.5 كوباية ميه ولا حاجه. تسلم ايدك يا امير. بصوا بقى نقطه هنا في اللبن اللي انا بغليه على النار عشان ده اللي هسقي بيه القشطوطه لما تطلع، نقطه بس من الفانيليا وشويه سكر صغير. انا حاطه سكر قبل عشان بس ايه ندى قالت لي انها حطت، فانا يا دوب بس بزود عشان ابقى انا حليت اللبن، عشان يبقى اللبن متحلي وفيه الفانيليا وسخن وكل حاجه تمام. يلا تعالوا بقى ننزل، خلاص دي اقصى حاجه بالنسبه للي في العلب، مش اللي احنا بنشتريه شركات، برضو برجع اقول لحضراتكم ده حاجه وده حاجه، ده العلب الجاهزه، لكن اللي بنشتريه شركات بيبقى فلافي اكتر، بيبقى قوي اكتر وبياضه بيبقى كده قوي، وده بيبقى ايه مختلف عنه شويه. هننزل بقى الخليط ده، القوام بتاعه كده ايه بيبقى، يعني خلوا بالكم الشركات اللي تتباع عند مستحضرات الحلواني مختلفة عن العلب ده، العلب بتاع السوبر ماركت مختلفة. طيب اهو وهيرتفع كده، يبقى بارتفاع سنتي ونص، مش عايزين اكتر من كده اهو بس. وهنظبطها بقى كده ايه بشكل لطيف، تدخل فرن سخن حرارة 180 على الشبكة في النص. انا مش هعمل اي حاجه خالص غير اني هديها 12 دقيقه تقريبا، اول بس ما اللون بتاعه يبقى الذهبي الحلو يمسك خلاص، ومش هسيبه كتير علشان ايه، علشان يعني ما ينشفش، لان هي تبقى طبقه رقيقه زي اللي حضراتكم شايفينها بالسماكه دي، هتشوفوها دلوقتي مخرجتنا هتجيبها. الوش ده في ناس بتشيله، عارفين ليه احنا بنشيله؟ ليه حتى في الطرد بشيله بالراحه بالسكينه؟ علشان ده بيعمل عازل بين طبقه الحشو اللي هي الكريمه او واتيفر الجناشه او ايا كان، وبين الكيك نفسه، فانا هتحايل على الموضوع عشان انا مش عايزه اخسرها، هي برضو طبقه حلوه. هقلبه ازاي بقى؟ هقلبه العكس، هخلي دي الطبقه اللي تحت واخد الطبقه الناعمه هي اللي فوق عشان ما بقاش خسرتها، وتبقى حامل ليا، يعني الطبقه دي بصوا تبقى هي المعززه ودي تبقى الطبقه الناعمه اللي انا هسقي بيها دلوقتي قدام حضراتكم. هنا بصوا طريه ازاي، شايفين الجمال؟ هناخدها كده هنا، بسم الله يلا بينا. تعالوا انتوا خايفين ليه؟ تعالوا يلا بسم الله، شايفين اهي حلو الكلام. هنشربها بقى باللبن شويه مش كتير،
مش كتير. بسم الله، شايفين ازاي رجعتها تاني اهي قدام حضراتكم، عشان انا عايزه اخد لوش. بصوا يا حبايبي، شايفين ازاي؟ هعمل كالاتي: شويه كبشه لبن، بسم الله، هسقي كده القشطوطه بتاعتي، لبن دافي حلو، هسيبها شويه تاخد الطعم الجميل ده بتاع اللبن، برشه الفانيليا وشويه السكر اهو، تشربهم. مش عايزاها تبقى مزقططه قوي يعني في اللبن. يلا تعالوا كده، تمام قوي. حلو، هنيجي بقى نجيب الكريم شانسيه. بصوا بقى، طبقه بعد ما تتشرب كويس، هنعمل طبقه كده من الكريم شانسيه، وخلوا بالكم الطبقه دي لازم تمسك الاول عليها، يعني ايه؟ عشان احنا الوقت فلازم الحاجه تكون بارده، لكن انا حبيت اطلعه قدام حضراتكم عشان اوريكم الحركه دي مهمه جدا. معلش اسمحوا لي ايه اظبطها معاكم دي، خليها هنا في الاخر. هاخد كده بسباتشيلا بسيطه. بصوا ماشي حبيبي، شايفين؟ هتبقى في الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم تسقع. انا بقى بصوا، عشان هي سخنه فده بيسيح، انا مش عايزه كده، انا عايزه الكيك يبرد كويس. وبعدين نحط بقى الطبقه الحلوه دي، نفردها كويس بشكل مستوي اهو، ونبدا بقى التزيين. يرجع بقى لحضراتكم. انا عملت فيها ايه في التزيين؟ برضو بجيب الحلواني قسمتها قطع، قسمتها قطع، وهوريكم دلوقتي الملمس بتاعها عامل ازاي. بعد ما قسمتها قطع عملت كده بالظبط، يعني كاني بالظبط بحدد هعمل الربع ده مثلا، مثلا بحشو معين، شويه مثلا من المربى هفترض كده، يطلع بقى الشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. شويه كده هيطلع مثلا شويه بي، خلينا نحط عليها شويه من الفارماسيل، شويه بقى مانجا، شويه بسكوت متكسر هنا زي ما انتوا تحبوا. قسموها بقى زي ما انتوا عايزين. اهم حاجه ناخد تاخد خطواتها. لازم اول ما الاسبونج ده يطلع يهدى كويس، حط الكريمه تدخل الثلاجه نص ساعه. ده الشكل اللي قدام حضراتكم. هوريكم بقى بعد ما بيبرد بيبقى عامل ازاي. بصوا بمعلقه كده، بصوا تعالوا كده، شايفين عامله ازاي؟ بالرز بلبن، روعه روعه اهي، شايفينها؟